في يوم الاثنين 9 نوفمبر على الساعة 7:30 وقعت حادثة تصير لتلاميذ كانوا في متجهين إلى المؤسسة، فإذا بشاحنة ديال النفايات صدمت تلميذ سنه 7 سنوات وتلميذة سنها 14 سنة وتوفي في اللحظة، وتم نقلهما إلى مستودع الأموات فليغفر الله لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تعزوا كاملين لأنهم هذوك الأطفال تاهما أطفال ديالنا، وفي الحقيقة هو حدث مؤلم، وهذا الحدث ربما هو ناتج على واحد المجموعة ديال العوامل اللي تسبان موضوعية. التواجد ديال المؤسسة في واحد الموقع اللي الروافد كلها اللي تدخل المؤسسة كلها عامرة بالشاحنات، كلها عامرة بالسيارات بعربات. هاد الأشياء ما كانش تحتاج المشكل في واحد الوقت ديال مثلا في الثمانينات والستينات ديال القرن الماضي ملي تفتحت المؤسسة، كانت وسائل النقل وكاين هاد الكثافة ديال النقل اللي كاينة في ضرب عمر ما كانش، ولهذا كانت المؤسسة في هذاك الوقت كانت تلعب الدور الاجتماعي في داخل الوسط ديال وسط المدينة وقريب لجميع الآباء وقريب للساكنات المدينة. الآن نظرا للظروف اللي صبح عليها ضرب عمر، صبح هذه المؤسسة ولات خطيرة جدا، ماشي غير على الوليدات الصغار المكفوفين وضعاف البصر، ولكن حتى على المبصرين في حداتهم. في الدخول ديالكم ملي كنتوا جايين لهنا غادي يبان لكم جميع الشوارع وجميع الازقه اللي مدخله للمدرسه كلها هي ازقه اللي عامره ماشي غير في وسط الطريق ولكن حتى الارصفه اللي ولات خطيره جدا. وهذا الحدث اللي وقع اليوم نتمنى على الله من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار ويفكروا باش يوضعوا مؤسسه تعليميه خصوصا لهذه الشريحه الاجتماعيه، يوضعوها في اماكن اللي يكونوا لها ولوجيات باينه، ولوجيات واضحه، ويفكروا كذلك باش يحاولوا يخلقوا واحد النوع مثلا ديال النقل المدرسي باش يساعدوهم الولوج للمؤسسات في امن. في الحقيقة أنا جيت اليوم باش ندرس، عندي حصة مع الربعة سيكيماني جيت مشترك، فتلقيت الخبر بصدمة كبيرة. خبرني الأستاذ ديال الرياضيات، فخاصة الأطفال، واش هاد السيد مش شاحنة، واش ما عندوش مرايا، ما عندوش فهمتي، قال جاي دور يعني جرهم بالرويضة اللورانية، يعني كان عليه على الأقل يمشي بواحد السرعة ثقيلة ويرد باله فهمتي. هو يعني لماذا هذه السرعة؟ دابا في حقيقة الحوادث في المغرب يعني أصبحت كتحس لا المعاق ولا كاين مشكل في المغرب، هذا مشكل خصو يتطرح على المستوى الأعلى في البلاد.